هاي جايز، اليوم مثل ما قرأتوا في العنوان راح أشارككم الأسرار والأشياء الغريبة اللي موجودة بتحديث زيرو جرافيتي. فهذا التحديث فيه كثير غرابات صراحة، يعني جايز خلينا نكون صريحين، هذا أكثر تحديث في السنة بكون فيه أشياء غريبة. فاليوم راح أشارككم الأسرار الغريبة والأشياء اللي موجودة، أهمها هذه الأشياء والبوابات الغريبة وكثير تفاصيل. نبدأ أول شيء من هنا. هنا أول شيء أو أغرب شيء بتلاحظوا صورة الأدمن أنيم ده مشطوبة عليها، فهذا طبعا من عمل فليكر وغلتش. طيب ليش عملوا هذا الشيء بالضبط؟ فهنا ممكن نفهم انهم ما عندهم عداوة مع الادمن وحاطينها قدام هذه البوابة بالذات، لانه هم خاطفين المسافر مثل ما بتعرفوا، فمو حابين انه الادمن يمدي يدخلوا وينقذوا ويخربوا الخطة وهذه الاشياء. فلما نلعب عادي راوند عادي رح نشوف في نهاية هذا الراوند انه في المسافر مخطوف، مين خاطفوا مثل ما قلت لكم كلاتش وفليكر، فهم مانعين الادمن انهم يدخلوا ينقذوا المسافر. طيب ايش سر هذا المسافر؟ خلونا نعرف او نحاول نعرف سره اكثر. طبعا هم عملوا هذه اللعبه لحتى يصعبوا على الادمن ويصعبوا علينا انه نوصل للنهايه ونروح ننقذ المسافر. طبعا نحن ما بنقدر ننقذه ولا بنقدر نغير اي شيء في مصير هذا المسافر، فذكر هذا الشيء بيد الادمن ونيم ده. فطبعا هم ممنوع يدخلوا في برا، منع لهم انهم يدخلوا لهذه اللعبة وينقذوا المسافر. فنحن حاليا في هذا التحديث، يعني حسب ما هم قالوا، نحن بنوحد قوانا لحتى ننقذ المسافر من شر جلتش وفليكر ونرجع الجاذبية للعبة، لانه جلتش وفليكر اثروا على الجاذبية في اللعبة. فلما نحن نتحد كفرق ونلعب ونجمع نقاط، هذا الشيء رح يرجع الجاذبية أسرع، وبالتالي رح ينتقموا يعني مثل تشوف ليكر. ماي جاد، بكره هدول جايز خسروكم في ثانية غير متوقعة. او ماي جاد، اوكي فاينالي. اوكي فاللعبة هي طبعا فيها صعوبة شوي يعني اكيد. فهنا بنشوف المسافر العزيز ريتشارد كاتب او طالب منا انه نوقف جلتش، ما عنده اي فكرة عن ال لا كاتب شيء. اوكي جايز اخر الزمان جلتش صار بنت. المهم كاتبين لا تقلقوا، يعني ما تهتموا كثير لامري، يعني هو اصلا دايما بيسافر حول العالم ومتعود على هذه الاوضاع. فالطريقة الوحيدة لحتى نوقف شرهم هو ان نتحد كفرق، هذا كلام المسافر. فتمام فهمنا هنا المسافر مخطوف، لهذا السبب ممنوع يدخلوا الادمن ونيم ينقذوه، لانه هم الوحيدين اللي عندهم السلطة في اللعبة لحتى يوقفوا الشر جلتش وفليكر. تمام. طيب الاشي الغريب الثاني اللي هي البوابات اللي منتشرة في كل مكان، ايش سرها كمان؟ فبتلاحظوا انه في مثل البوابات قريبة فيها نفاذية ما فيها اي شيء، يعني لما نجرب ندخل عليها ما بنروح لاي مكان، هي حرفيا بوابات جدا غريبة وما منها اي فايدة. فلعلمكم جايز السنة الماضية بعد تحديث الزيرو جرافيتي كانت في برضو اشياء غريبة، يعني فنزل تحديث ميراكلس، لون هذه البوابة ذكرني بالاكومات وهذه الاشياء، فبتوقع ممكن يكون نفس الشيء بعد هذا التحديث ينزل تحديث ميراكلس بنسخهم الجديدة، لانه متعلق بالموضوع، يعني ممكن يقولوا هذه البوابات دخلت اكومات اثرت على المواطنين في اللعبة، توقع يعملوا مثل هذا السيناريو أو مرتبط بهذه البوابات. عموما رح نعرف قريبا سر هذه البوابات أكثر، بس أهم شيء حاليا لازم نعمله حتى نوقف جلتش وفليكر هو أن نتحد كفرق مثل ما قالوا. فكل ما لعبنا كل ما جمعنا نقاط أكثر لفريقنا ووصلنا للمية نقطة، هذا الشيء رح يرجع الجاذبية للعبة وبيرجع للوضع الطبيعي ووقف شر جلتش وفليكر ووقف كل شيء. طيب خلونا نروح للكهف نشوف الأخبار هناك، نشوف شاكو ماكو في الكهف، بحس في كثير درامات صايرة في الكهف. فلحتى ننقذ الوضع يعني لازم نتحد كفرق، يعني لحتى نرجع الجاذبية اللي هم خربوها أصلا، هم كان خربوا الدنيا، شوفوا هنا العالم كان يضبط الأمور هم أفسدوا الأمور، فقضوا على العالم يعني جايز. هو حاليا توقع ما بتذكر أي شيء، هو على أساس كان بيعمل بوابة حتى يودي المسافر أو ريتشارد لبيته، بس حصلت مشكلة يدخله وتلخبطت الأمور
وعملوا بوابات خاصة فيهم. فمثل ما قلت لكم جايز، قريبا رح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ومجريات هذا الموضوع، هذه الإسرار الغريبة. وشاركوني توقعاتكم عن هذه البوابات. أشكركم على المشاهدة، بشوفكم الفيديو القادم. باي باي.